لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إيسكو هجمة مدريدية أولى خطيرة والهدف الأول. 1-0 كريستيانو رونالدو، 1-0 كريستيانو رونالدو. رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون. جاك اللي ما يرحمش يا بوفون، الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد. ترجع الكرة لليوفي، ديبالا، ديبالا خطيرة، جول ديبالا والكرة. ديبالا عامل حالة، باولو ديبالا يعمل حالة، ما نفعتش الاختيار، يمشي كيليني، كيليني قرار، الحكم ماذا يقول؟ شاكري يقول العام ما فيها شيء، ترجع والكرة تمشي لكربخال، ولد الخال يلعب الكرة خطيرة، الدفاع من الفاينل، 7 مرات فيما سبق، الكرة القادمة اللاحقة بالراس وفرصة كبيرة، فرصة كبيرة للمرينجي عن طريق الفرنسي، رافائيل فاران. لكس يمشي، بابيتا قدم جول، فرصة كبيرة، انطلاقة والكرة عن طريق دوغلاس كوستا، كوستا فما تسلل، فما تسلل، فما تسلل، فما تسلل، انطلاقة بقوة بروح، لا جرينتا من ساندرو ويخرج كيلور ماكو، ولكن شيباكو سجل فيها هدف لكريستيانو. يلعب فيها فرانشيسكو إيسكو، يلعب إيسكو خطير على القائم الثاني، بنزيما والكرة. هذه الكرة من إيسكو، باف عداه كريستيانو، العب يلا، امشي يلا، سجل يلا، سدد يلا كريستيانو. هاجا كرة دوغلاس، دوغلاس حلوة برشا، يمشي ديبالا، كرة خطيرة، كرة خطيرة، كازيميرو يرجع الكرة عن طريق مارسيلو، مارسيلو لتوني، توني لكازيميرو، كازيميرو هذا الأوروبي جميعها يعني مسابقات الأندية مع مسابقات المنتخبات. وليد كينيو، اه يا تاريخك يا البلانكو، خطيرة وجول، التعادل اليوفي، ولكن كايلور يتصدى، كايلور نافاسي فسخ أقرب كرة يوفنتينا للتعادل وإدراك التعادل. ديبالا، دوغلاس كوستا، اليوفي سيعود، والكرة العرضية، واحدة يا سامي، واحدة يا خطيرة، خطيرة كرة وفرصة حط الكرة لبيبيتا، بيبيتا يا معلم، دوغلاس وشال يوفي، يمشي بالكرة كازيميرو، كازيميرو سليمة، لا لم تسلم، لم تسلم يا بنتانكور، ورقة صفراء، بنتانكور رودريجو، سامي ربيهم الكل، سامي عاود، سامي وزع الآن، ركنية يا سامي، ركنية يا خضيرة. إيسكو بشركنها، إيسكو إيسكو حلوة برشا، يمشي خطيرة، يا كريم يا بنزيما، يمشي كروس توني، والرأسية خطيرة، وفي خطأ لدفاعات اليوفي، فاول لكارفاخال، كارفاخال مودريتش، مودريتش خطيرة وصعبة، وبرافو دفاع، السموة، البلاك ستارز، ممكن ضربوا بمرفق، ممكن ضربوا بمرفق الغاني. بيبيتا حط الكرة، داشيلو يلعب كرة، جول، هدف التعادل يضيع. اليوفي يتواجد هجوميا، اليوفي يتواجد هجوميا. ديبالا عدى باولو، باولو ديبالا، ترجع الكرة من ديبالا، حكم قال العب ويرجع لخطأ، يرجع لخطأ بكثير من التأخير ليحصل كثير من التوتير. حط له بنزيما، بنزيما يضرب المراكي الثاني، الله على كرة كسرت البار، العارضة كسرها كروس، كروس متهم بتكسير عارضة تورينو، هكذا غنت وقالت وصاح.